وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ محمد غلاو المدير التنفيذي لحملة جهد. بداية شيخ محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وحيا الله مشاهدي قناة التنصح، وبارك الله فيكم على إتاحة الفرصة لنا ومتابعتكم لحملة جهد واهتمامكم بها. نعم شيخ محمد، طبعا في البداية جهودكم تذكر فتشكر حقيقة، يعني إلى أين وصلتم في دعم الثوار على الجبهات من حيث توفير الوقيات للرصاص وأخذات الرأس وحتى على صعيد الأغذية؟ في الحقيقة حملة جهد هي منذ البداية تواكب الثوار وتحاول توفير ما يحتاجون إليه من لاسلكيات، من خوذ وواقيات رصاص. كما هو معروف، وقامت الحملة بتوفير مجموعة من 2,500 خوذة رأس. أيضا الحملة قامت في السابق بتوفير دفعتين من واقيات الرصاص أو الستر، وقامت بتوزيعها على بعض المحاور وبعض الكتائب. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الحملة أن توفر مجموعة من واقيات الرصاص والتي يبلغ عددها 250 قطعة. ومنذ الصباح باشرنا في توزيعها على بعض الكتائب وقادة الكتائب ليوزعوها على الثوار الذين معهم في الجبهات لكي تقيهم الرصاص القناص ورصاص أولئك الأوغاد خوارج العصر، ما يعرف بتنظيم الدولة داعش. نعم. طيب شيخ محمد، أنتم ذكرتم أنكم ستساعدون النازحين من مدينة سرت بعد تحريرها في العودة لمدينتهم، ما هي هذه المساعدات التي ستقدمونها للنازحين؟ والله الحملة قدمت فيما سبق بعض المساعدات لنازحي أهالي سرت والمناطق المجاورة إليها مثل جارف وسواوة وغيرها، وقبلها بوغرين وغيرها من المناطق. ولكن بحول الله بعد تحرير مدينة سرت من هذا السرطان بإذن الله تعالى ستستمر الحملة في دعم أهالي سرت ومحاولة إرجاع الحياة المدنية بتقديم المساعدات سواء كانت طبية أو إغاثية لإرجاع الأهالي إلى مدينتهم وعودة الحياة الطبيعية لمدينة سرت، وترجع مدينة سرت آمنة مطمئنة بإذن الله تعالى. نعم. طيب بالنسبة لحملة جاهد، هل تتلقون دعما من مؤسسات الدولة الرسمية لهذه الحملة؟ في الحقيقة لم نتلقى أي دعم مباشر من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إلى اللحظة هذه، ولكن نحاول دائما ونراسل بعض المؤسسات أن تقدم لنا العون والمساعدة، وإذا إن لم تكن مادية بتوفير بعض الخدمات مثل المواصلات أو غيرها. ولكن الحقيقة ما قامت به الحملة وإلى اللحظة هذه هو كله بمجهودات أهل الخير والإحسان، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموالهم، وندعوهم أيضا إلى المساهمة معنا، وكل من ساهم ومن لم يساهم للدعم ومساندتنا في هذه الحملة، لأن هذه الحملة نريدها أن ترجع مدينة سرت كسحر المدن وأفضل بإذن الله تعالى. نعم. إذن شيخ محمد غلاو المدير التنفيذي لحملة جاهد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.